عشان نعرف تفاصيل اكتر عن تدريب الفريق النهارده معانا دلوقتي على الهاتف زميلنا شريف شعبان مراسل قناه النادي الاهلي المتواجد في تدريب النادي الاهلي. مساء الخير عليك يا شريف. مساء الخير عليك شيماء وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا عايز اعرف منك كل تفاصيل تدريب النهارده، وعايزه الاول اتاكد منك في خبر كان معانا النهارده بيقول ان شريف اكرامي اخذ امبارح اجازه وما حضرش التدريب لاسباب شخصيه، هل فعلا ما حضرش امبارح شريف اكرامي تدريب النادي الاهلي؟ نبدا الاول ان التمرين بدا في الرابعه عصرا وهو الان مستمر امامي، يمكن في تقسيمه كبيره مستلصات موقفه وبيصلح بعض العيوب اللاعبين اللي بتظهرها في التقسيمه الكبيره زي المباريات بالظبط، فالراجل بيوقف التقسيمه وبيصلح اي خطا شايفه قدامه. بالنسبه لموقف شريف اكرامي، شريف اكرامي ما شاركش امبارح في التمرين ولا النهارده في التمرين، ولكن شريف موجود في النادي، شريف بيشارك في تمرينات الجيم وبيخرج، يعني شريف ما خدش اذن زي ما الناس بتقول. شريف امبارح كان موجود في النادي، جري حوالين الملعب ودخل اتفق تمرينات الجيم، النهارده نفس القصه، جري حوالين الملعب واتفق تمرينات الجيم، هو لسه موجود جوه النادي، مفيش اجازه، مفيش استئذان، مفيش اي حاجه خالص، الراجل عامل تمرين اول امبارح قويه جدا، بدات بعض الالام يعني تعود في مكان. ما هو ده اللي انا كنت عايز اسالك عليه يا شريف، يعني احنا كنا بنتكلم اول امبارح وقلت لي ان هو ادى اول امبارح تدريب قوي جدا، واللي قبليه برده كان تدريب قوي جدا وكان طبعا بيأدي اداء رائع جوه التدريبات، لكن فجاه اخذ اجازه يومين، اكيد ده هو بيعاني من اي الام او حاجه. هو بدا يشعر ببعض الالام، فالجهاز الطبي خاف على طول عليه لحسن الاصابه تتجدد من جديد، فاكتفوا بتمرينات الجيم. فشريف جه امبارح لف حوالين الملعب لمده معينه زمنيه طبيه ودخل تمرينات الجيم علشان يعمل التقويات في الجيم، نفس الكلام حصل النهارده، فشريف ما خدش اسم زي ما بيتكتب وزي ما الناس بتقول. بس ممكن الناس اللي تنقل الخبر ما كنتش شايفاه مثلا في الملعب قدامها فبتقول ده شريف خد اذن، لكن الكلام ده ما حصلش خالص، شريف موجود امبارح، شريف موجود النهارده وبيأدي تمريناته علشان يرجع. هل في كلام ان مثلا هينضم بكره للتدريبات الجماعيه او حاجه، ولا ممكن يكمل في التدريبات التاهليه في الجيم؟ بص يا شيماء، يمكن من خلاص احنا بنتكلم النهارده الاثنين، بكره في تمرينه الثلاث هيسافروا الاربع الصبح يمكن الساعه 12 او 1 الظهر، من الشوال كده خلاص شريف خارج مباراه المصري، الا بقى لو حصلت يعني حاجه في الساعات القادمه، ولكن المؤكد ان اللي هيحرص مرمى عالي النادي الاهلي علي لطفي الاهلي والمصري علي لطفي اللي النهارده عامل تقسيمه قويه وعامل تمرينه قويه، نمسك الخشب، ربنا يعني الاهلي بيعاني من الاصابات من ضغط المباريات طبعا. البديل بتاعه يكون مصطفى شوبير الحارس الصاعد الواعد، طبعا حارس كبير وينتظر مستقبل باهر، ولكن حارس انه صغير، الاهلي بيعاني من اصابات كبيره من فتره اخيره، يعني توالي المباريات فرق مع النادي الاهلي، ولكن عندنا ثقه في علي لطفي حارس مرمى جدا، وما شاء الله النهارده باين في التمرين اداؤه، مصطفى شوبير باين النهارده ان هو حارس بينتظر مستقبل باهر جدا. جميل، قال ما تقلقش، لا لا لا، حراسه مرمى الاهلي بخير وباذن الله القادم افضل للنادي الاهلي.